السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يتعلق بجراحات السمنة وأمراض الأيض، هناك عدة شروط ومعايير يجب توافرها لإجراء مثل هذا النوع من العمليات. في سنة 2022 تم تحديث وإصدار إرشادات وتوصيات جديدة، منها أن يكون مؤشر كتلة الجسم 35 كيلوغرام لكل متر مربع وما فوق، بغض النظر عن وجود أو غياب الأمراض المصاحبة، أو أن يكون مؤشر كتلة الجسم 30 كيلوغرام لكل متر مربع وما فوق مع وجود أمراض مصاحبة. وأيضا من التوصيات الجديدة أنه لا يوجد حد لسن المريض لإجراء مثل هذا النوع من العمليات، وذلك بعد عمل تقييم دقيق للحالة الصحية وأيضا قوة وصحة الفرد العامة.